مرحبا بكم في هذا الفيديو يا أصدقائي. إليكم 7 مهارات مهمة ومنتشرة بطريقة كبيرة، سنتعرف عليهم سويا لكي تحصل على دخل إضافي ولكي تدفعك لطريق الثراء. 1. التسويق الإلكتروني، حيث تتعلم كيفية الترويج لمنتجاتك أو خدماتك عبر الإنترنت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وغيرها من الأدوات. 2. تطوير مهارات التصميم الجرافيكي، فالتصميم الجرافيكي يشمل تصميم الشعارات والإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات، وهو مهم لتسويق المنتجات والخدمات. 3. تعلم التحليل البياني، حيث يمكن أن تستخدم هذه المهارة لتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والزوار على موقعك، وبالتالي تحسين الأداء وزيادة المبيعات. 4. البرمجة، حيث تساعدك مهارة البرمجة في إنشاء تطبيقات ومواقع إلكترونية وحلول برمجية مختلفة، وهو مهم لإنشاء مشاريع تقنية مبتكرة. 5. تعلم التسويق بالعمولة، حيث يمكنك العمل كشريك تسويقي لمنتجات الغير، وعندما تساعد في بيع المنتج يتم دفع عمولة لك، وهذا يعتبر من الطرق الفعالة للربح على الإنترنت. 6. تعلم اللغات الأجنبية، فإذا كنت تتحدث لغة أجنبية بطلاقة، فمن الممكن أن تقوم بترجمة المحتوى أو العمل كمترجم، وهذا يعتبر فرصة للحصول على دخل إضافي. 7. التداول الإلكتروني، حيث يمكنك العمل في سوق الأسهم أو العقود الآجلة،